وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعد بن عمر. دكتور، هلا كان تحدثنا عن أهمية الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين بشكل عام. نعم، الحقيقة أن العلاقات السعودية البحرينية هي علاقات مثالية لجميع الدول العربية، وعلاقات ما يجب أن يتم بين كل الشعوب في المنطقة. نعم، دولة البحرين دولة شقيقة يوليها سمو ولي العهد وتمليها حكومة المملكة العربية السعودية اهتمام خاص لهذه العلاقة، لأنها أولا جارة وشقيقة، ويؤيدها صلة الدم والرحم والأرض. لذلك البحرين بحكومته وعلى رأسها الملك حمد يعي هذا الترابط المثالي بين دولة البحرين الشقيقة والمملكة العربية السعودية، وسمو ولي العهد قام بهذه الزيارة لمكانة البحرين استراتيجيا وأمنيا واقتصاديا للمملكة العربية السعودية، فلا غرابة أن يولي هذا الاهتمام لدولة البحرين الشقيقة. نعم، إذا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعد بن عمر، شكرا جزيلا لك.